السلام عليكم. التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بدأوا وأعلنوا ببدء شن ضربات دقيقة ضد قدرات ميليشيات الحوثي الموجودة في محافظة الحديدة والتي تقع إلى غرب اليمن. وركز التحالف في بيانه وفي إعلانه على ميناء الحديدة الذي اعتبره بأن هذا الميناء تحول إلى شريان لتسريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي، وبأنه تحول إلى ثكنة عسكرية، بالإضافة إلى ذلك بأن هذا الميناء تحول إلى نقطة خطرة على الملاحة الدولية والعالمية. وعلينا أن لا ننسى ما جرى إلى سفينة روابي الإماراتية التي تم اختطافها من قبل الحوثيين مؤخرا، بأن انطلاق هذه العملية وعملية الاختطاف هي جاءت مباشرة من ميناء الحديدة بحسب ما أعلنه التحالف العربي. وعلى هذا الأساس بدأت هذه العمليات الموسعة منذ الخميس الماضي بضربات موسعة كما تحدثنا في ميناء الحديدة. وكما ترون أمامكم، هذه هي واحدة من الضربات التي تمت في الحديدة لهذا المبنى. هنالك صبات موجودة أمام هذا المبنى المدمر أمامكم، لنأخذ هذه الصبات كملاحظة بالنسبة إلينا. وأيضا إلى يسار هذا المبنى المدمر هنالك وكأنها زغرفة موجودة على الحائط، توحي بأن هذا المكان وكأنه مصلى أو جامع. وإذا ما عدنا بسرعة كبيرة إلى عام 2021 العام الماضي في شهر أكتوبر، سنلاحظ نفس الصورة وكأنها لنفس المكان، نفس الصبات ونفس الزغرفة الموجودة إلى شمال هذا المبنى الذي نتحدث عنه. وبالتالي هذا المبنى بشكل واضح هو مؤسسة الاتصالات العامة التي تم استهدافها من قبل التحالف العربي. وإذا ما عدنا إلى الصورة مرة ثانية، سنلاحظ لصورة الدمار بأن المبنى دمر بالكامل، والتحالف العربي كان واضحا بأن المناطق التي ستستهدف هي مواقع تستخدم من قبل الحوثيين، وطالبوا الناس بأن يبتعدوا عن جميع المواقع التي يلاحظون فيها أنصار الله أو ميليشيات الحوثي. وإذا ما ذهبنا إلى الأقمار الصناعية أيضا على عجالة، سنلاحظ في المربع الأحمر هذه المؤسسة مرة ثانية، مؤسسة الاتصالات العامة التي تم استهدافها. في المستطيل الأخضر أيضا نلاحظ بشكل واضح الصبات التي تحدثنا عنها، وإلى شمالها الجامع الذي تحدثنا عنه، ولكن إلى يمينها هنالك الدوائر الصفراء التي تلاحظونها والتي تمثل أيضا شركات للاتصالات. الأولى هي شركة الاتصالات اليمنية، والأخرى والدائرة الأخرى التي بجنبها باللون الأصفر هي شركة تيلي يمن للاتصالات. ليس واضحا إذا ما تم استهداف هذه الشركات، ولكن ما هو واضح كان هنالك انقطاعا للإنترنت وخطوط الاتصال بشكل كبير ومستمر حتى هذه اللحظة في محافظة الحديدة. وهذا التصعيد الكبير الذي يجري في اليمن هو يأتي أيضا بعد الهجوم الموسع الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الإمارات العربية المتحدة وتحديدا على أبوظبي بالطائرات المسيرة، وكما أعلن الحوثيين أيضا بالصواريخ البالستية. ليس هنالك وضوح في عملية الصواريخ البالستية ما إذا فعلا تم استخدامها من قبل ميليشيات الحوثي أو لا، ولكن المثير بأنه قبل 48 ساعة من الآن الديفنس نيوز الأمريكية أكدت بتصريحات من عدد من المسؤولين الأمريكيين وعدد من المطلعين بأن منظومة الثاد الأمريكية المملوكة من قبل الإمارات العربية المتحدة تصدت لإحدى الصواريخ البالستية التي كانت قادمة من قبل الحوثيين، وبالتالي نحن كنا أمام صاروخ بالستي كما هو واضح من هذا التقرير، وأيضا طائرتين مسيرتين، واحدة منها استهدفت مطار أبوظبي الدولي، والثانية استهدفت منطقة المصفح وتحديدا نقطة إيكاد 3 باستهدافها لصهريج لنقل الوقود. وأدى هذا الأمر بشكل واضح إلى مقتل 3 من العمال هناك وجرح 6 بعد ذلك. وهذا التصعيد الكبير لم يأخذ فقط اهتماما من الصحافة الأمريكية أو الصحافة الأوروبية أو حتى في الشرق الأوسط، بل إن أيضا الأوساط الإيرانية اهتمت بهذا الأمر، وتحديدا من الصحافة الإيرانية المعتدلة التي بدأت بانتقادات مثيرة توجهها إلى طبيعة السياسة الإيرانية، ووجدوا ما يحدث في اليمن وفي العراق وفي سوريا هو كله يأتي بسبب المفاوضات التي هي طبعا مفاوضات فيينا، المفاوضات النووية هي مرتبطة ببعضها وهي أمور
لا أبدا لا تخرج من سياق المفاوضات النووية التي نتحدث عنها. وعلى هذا الأساس هم طالبوا الولايات أو طالبوا إيران بالأحرى بأن تتحدث وأن تناقش هذه الأمور مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وأن لا تترك الأمور أن تستمر بهذه الطريقة، في انتقاد واضح جدا من هذه الصحافة التي نتحدث عنها بشكل واضح للغاية. ولكن هنالك أيضا ما هو مثير في هذه القضية، بأن هذا التصعيد وهذا الكلام من الأوساط الإيرانية يصاحبه أيضا قضية مهمة نشرت من قبل الأوساط الأمريكية عن لقاء جرى مهم بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. نقلت قضايا مهمة جدا بأن فلاديمير بوتين عرض على إبراهيم رئيسي اتفاقية مؤقتة من أجل حل القضية النووية. يتم هنالك التزام معين في قضية الضوابط والتزام في الأمور النووية وتخصيب اليورانيوم قليلا في بعض الأمور التخصيبية التي تجري مثلا في منشأة نطنز، مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية لحل هذا الإشكال. ولكن إبراهيم رئيسي والوفد الإيراني رفضوا هذا العرض، وبالتالي نحن أمام تصعيد مستمر كما هو واضح. والإم بي سي نيوز الأمريكية هي التي أكدت هذه التفاصيل وهذا الرفض الإيراني المستمر للعرض الروسي، والذي جعل بعض الأنباء أيضا تتحدث بأن هنالك تشنجا كان واضحا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هذا الرفض الذي جاء بهذا الشكل. المشكلة أن التصعيد هذا الذي نتحدث عنه يصاحبه أيضا ظهور لعامل تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى بهجوم مثير تم على إحدى أهم السجون الموجودة في الحسكة في سوريا، وهذا الهجوم هو كان موجها من تنظيم داعش على السجن الصناعي، وهو سجن مهم جدا، سجن الصناعة تحديدا هو الذي تم مهاجمته من قبل تنظيم داعش الإرهابي. والهجوم كان على عدد من المستويات، أول المستويات كما نلاحظ في الدوائر الحمراء، كان هناك دائرة حمراء واضحة كما هو واضح، هنالك انفجار وأعمدة دخان هي تبعد 800 متر إلى كيلومتر من السجن الذي نتحدث عنه. وهذه النقطة هي عبارة عن صهاريج للوقود، قام تنظيم داعش بمهاجمتها وتفجيرها، وتصاعد الدخان بشكل كبير لهدف مهم، ألا وهو جعل مهمة التحالف الدولي عندما يتصدى إلى هذا الهجوم صعبة للغاية بسبب الدخان الموجود وأعمدة الدخان، وبالتالي يستطيعون الدواعش من التحرك بسهولة على الأرض من دون أي مشاكل. وكذلك جاءت هنالك سيارة مفخخة هاجمت هذا السجن الذي نتحدث عنه والذي يتواجد فيه 5000 عنصر من تنظيم داعش، أيضا هاجم هذا السجن وانفجر في البوابة. وكذلك من محور آخر كانت هنالك دراجة نارية مفخخة أيضا هاجمت هذا السجن، وبعدها تنظيم داعش كما هو واضح في الأسهم السوداء أمامكم أخذوا نقاطا لكي يحموا نقاطا من اليمين ومن الشمال على الطريق من أجل التصدي إلى أي عملية محاولة من قوات سوريا الديمقراطية من التقدم مباشرة إلى السجن من أجل التصدي إلى ما يقوم به تنظيم داعش. وبالتالي اخترق داعش السجن، وكان هنالك إطلاق سراح لعدد من العناصر الداعشية في المنطقة بشكل عام. المعارك استمرت لساعات طويلة وقد تكون هي مستمرة حتى هذه اللحظة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش، ولكن كان هنالك إلقاء القبض على عدد من الفارين من تنظيم داعش بشكل واضح، وتم أيضا إلقاء القبض على عنصرين وثلاثة عناصر، وزادت هذه الأعداد. والمثير بهذا الأمر بأن كانت هنالك وثيقة للاستخبارات العراقية نشرت بهذا الشأن تتحدث بأن خطة تنظيم داعش هي الهجوم على هذا السجن وإطلاق سراح هؤلاء الدواعش، وبالتالي هؤلاء الدواعش هم موجهون بشكل مباشر ليتواجدوا في العراق لأنهم من القيادات ومن العناصر المهمة بالنسبة إليهم للقيام بما يريدون القيام به. ولكن كانت بحسب هذه الوثيقة التي هي من المفترض أن تكون سرية، الواضح بأنها لم تعد سرية لأنها نشرت بهذا الشكل، ولكن قوات سوريا الديمقراطية كانت بالمرصاد لعملية تسرب الدواعش. 89 عنصرا كما تلاحظون في هذه الصورة كانت عملية إلقاء القبض عليهم دقيقة من قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي هم لم يتسربوا إلى الداخل العراقي، ولكن تنظيم داعش هذا الهجوم الذي قام به هو
هجوم موسع كبير للغاية، وكذلك هنالك أيضا نشاطا لاحظناه نحن في العراق الذي أدى بمشاكل عديدة وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء من الجيش العراقي، نتحدث عن 11 شهيدا بسبب تنظيم داعش وعملية نموه الآن الواضحة في العراق وفي سوريا. والأسئلة الكبيرة هنا توضع، كيف إن لم تحل مفاوضات فيينا ستكون الأمور بالنسبة لداعش والميليشيات وكذلك التحالف الدولي وهذا التحدي الكبير الموجود في هذه المنطقة؟ سأناقش هذا الموضوع بعد قليل مع ضيوفي هنا في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. وحول موضوعنا لهذا اليوم المتعلق في العمليات والغارات المكثفة على ميليشيات الحوثي من قبل التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ينضم إلي هنا وكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور نجيب غلاب. أهلا وسهلا بك دكتور، وكذلك أود أن أرحب بضيفي أيضا الخبير العسكري اللواء محمد الغبيبان. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. أود أن أبدأ معك دكتور نجيب، كيف ترى هذه العمليات التي بدأت منذ الخميس الماضي المكثفة على ميليشيات الحوثي، ممكن لها أن تغير المعادلة في معارك مأرب على سبيل المثال؟ هذه العمليات المكثفة هي إجبارية، بذلت جهود كثيرة من أجل الوصول إلى حل سياسي، وكان هناك مبادرات كثيرة من قبل المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار، وأيدت من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ومن بريطانيا ومن الولايات ومن الأمم المتحدة. الحوثية لم تختر السلام، وبالتالي أصبح كسرها عسكريا مسألة إجبارية، ونحن نعرف أن الحرب في اليمن هي إجبارية من بداية الأمر، إجبارية على اليمنيين، وأيضا اليمنيين استعانوا بالتحالف العربي، وهذه المعارك العسكرية كلها مؤيدة ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة، بالذات قرار مجلس الأمن 2216. هذه العمليات تأتي في سياق دفع الحوثية إلى طاولة المفاوضات. عمليا الحوثية تتبنى فكرة الحرب المستدامة داخل اليمن استجابة للسياسات إيران وأجنداتها داخل اليمن. أما أن تذهب الحوثية إلى طاولة المفاوضات أو أن الحرب هذه مستمرة، أنا أعتقد هذه العمليات المكثفة يعني سواء من خلال الميدان أو الطيران، أنا أعتقد أنها ستتصاعد في المرحلة القادمة. نحن أمام تحول جديد في اليمن، المجتمع الدولي أيضا لم يعد يحتمل مراوغات الحوثية ولا المغامرة التي تمارسها إيران داخل الملف، لم يعد الجميع يحتمل، لا اليمنيين ولا العرب ولا المجتمع الدولي، وبالتالي أنا أعتقد تصاعد العمليات العسكرية هو في غاية الأهمية من أجل السلام. أنتقل إلى سيادة اللواء سيد الكبيبان، أهلا وسهلا بك من جديد. السؤال الأهم الآن حول هذه العمليات التي تجري، ماذا بعدها؟ بعد أن تنتهي هذه العمليات والغارات ماذا بعد ذلك؟ يعني قد يعودوا لترميم ما تم تدميره على سبيل المثال بالنسبة للميليشيات الحوثية. هو حقيقة هذه العمليات ليش احنا نسميها عمليات استثنائية؟ لأنه زي ما ذكر الأستاذ بأنه أعطي الحوثي فرص بما فيه الكفاية على أن يعني يعود أو يجلس إلى طاولة المفاوضات ويقف ما يقوم به من عمل من إطلاق صواريخ ومقذوفات على الحدود، وكذلك يعني ما يحدث في الحديدة من وصول أسلحة والاستيلاء على المشتقات النفطية وهكذا، وكان هنالك ضبط نفس من قبل دول التحالف. المبادرة التي أنا أرى أن الحوثي أضاع الفرصة عليها عندما ذكرها يعني سمو ولي العهد بأنه سوف يكون هنالك مبادرة، منها فتح مطار صنعاء جزئيا وكذلك ميناء الحديدة حتى بالإمكان وصول المشتقات، ويكون هنالك بادرة حسنية. لم يستغل الحوثي هذا الأمر، وإنما أصر على أن يكون السلام بطريقته الشخصية، واستمر في هذه العدوانية على المملكة العربية السعودية. أطلق على العديد من المواقع المدنية والمنازل والأعيان المدنية، استشهدوا كثيرا، وكان يستغل المدنيين كدروع بشرية، وهذا ما أخر في الحقيقة القيام بعمليات عسكرية. أنا لا أقول
أن يكون هنالك عمليات قصف، بمعنى العمليات الإسراف في العمليات العسكرية، لا، ولكن كان هناك تحالف يريد أن يوصل رسالة إلى الحوثي بأننا نحن نرغب في السلام، وذكر سمو ولي العهد بأن الحوثي عربي مسلم يمني جاء، فليس من الضرورة أن يتواصل مع دول أخرى. استغل هذه النية وهذه الفرص وقام بإطلاق الصواريخ. عملت الاستخبارات عمل جهد جبار، عمل مميز. تقول لي الآن بنك الأهداف، هذا هو الذي ماذا بعد؟ لا يوجد بنك أهداف حاليا، لأنه انتفى مفهوم العمليات العسكرية الحقيقية منذ تقريبا 3 سنوات. ليش؟ لأنه أصبح يستخدم دور العبادة، المستشفيات، الملاعب الرياضية لإخفاء هذه الأسلحة، وأيضا كذلك استخدم العديد من المواقع التي كان يتطلب من التحالف أن يرفع الحصانة عنها، مثل المطارات، لأنه استخدمها لإعادة بناء الصواريخ والورش والتدريب وإلى آخره. واستمرت هذه العمليات إلى متى؟ أنا أعتقد أن التحالف إذا ما استمر بهذه الطريقة وبهذه الحرفية، سوف إما أنه يأتي الحوثي ويدعن إلى طاولة المفاوضات، ولا ما نراه حاليا من أمم متحدة، الولايات المتحدة نفسها، المجتمع الدولي يريد أن يوقف الصراع، لعل وعسى أن يتفهم الحوثي بأنه حياة المدنيين في اليمن هي مهمة، وإلا للتحالف هو متجه لحفظ أمنه وحفظ أمن والبلد والمقدرات والإقليم. فأنا ما أعتقد أنه التحالف أراد أن يقوم بهذه العمليات إلا بعد أن نفد الصبر، وأعتقد أنه الآن حان الوقت أن يتفهم الحوثي بأن هنالك قوة جوية عسكرية جاهزة. وكان هذا أكبر مثال، زي ما أنا وأنت تكلمنا في حلقات سابقة عن موضوع شبوة، كيف أن الحوثي لم يأخذ وقت طويل حتى تم تحرير المواقع التي تم يعني احتلالها من قبل الحوثي. طيب دكتور نجيب، الكلام الآن كبير جدا حول ما يجري في اليمن من الضربات الصاروخية، من الطائرات المسيرة. الحوثيين لسبب ما أثبتوا بأنهم يستطيعون الوصول بطريقة أو بأخرى بطائراتهم المسيرة، بصواريخهم البالستية. ألا تعتقد أن الضغط الذي يجري الآن على الحديدة قد يجعلنا أمام سيناريو آخر في مناطق أخرى، في مواقع أخرى، نرى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مرة ثانية قد تهاجم الإمارات لا سامح الله، أو المملكة العربية السعودية أو غيرها؟ هنا عمل الحركة الحوثية على المستوى الداخلي هي منظومة أيديولوجية مغلقة ومتخلفة، ما يجعلها قادرة على أن تصل بالصواريخ والطيران هي إيران. كل هذا تمويل إيراني عمليا. تمثل الحديدة الشريان الأساسي لتهريب الأسلحة، وبالتالي مسألة تحرير الحديدة أنا أعتقد أنه إحدى المرتكزات الأساسية لتحرير اليمن. مجرد أن تحرر الحديدة ستصبح صنعاء مخنوقة، أنا لا أقول مخنوقة من ناحية إنسانية، وإنما مخنوقة فيما يخص مسألة وصول الصواريخ والطيران المسير. هناك موانئ كثيرة داخل اليمن ومعابر ومنافذ بإمكانها أن تصل بكافة ما يحتاجها الشعب اليمني من صعدة لما توصل إلى المهرة. وبالتالي أنا أعتقد أنه استمرار الحديدة وسيطرة الحوثية عليها وتحت مظلة أممية، وكما قال متحدث التحالف، أصبحت ثكنة عسكرية عمليا. نحن نعرف أن الحرس الثوري وفيلق القدس لديهم فرق خاصة بتهريب الأسلحة، أما تحت غطاء تجاري وشركات متعددة أو عبر الأعمال أعمال متنوعة، هم محترفين في هذا في مسألة تهريب السلاح. تعتبر الحديدة الشريان الأول لتهريب الصواريخ وتهريب الطيران المسير وتهريب الأسلحة. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الضربات التي تحدث اليوم في الحديدة ليست إلا بداية أولى لإسقاط اتفاق ستوكهولم، ثم الذهاب باتجاه تحرير هذا الميناء بشكل كامل. إذا حررنا الميناء ستتحرك القبيلة في صنعاء
في محيط صنعاء، وسيقتنع من هو متحالف مع الحوثية أن الحوثية لا بقى لها طالما هناك إصرار أولا يمني وثانيا عربي ودولي. الحوثية حاولنا، اليمنيين حاولوا يؤهلوها وفشلوا، العرب حاولوا يؤهلوا الحوثية وفشلوا، المجتمع الدولي حاول يؤهل الحوثية وفشلوا لسبب رئيسي، أنها تركيبتها قائمة على منظومة أيديولوجية عنصرية، هذا أولا. والمسألة الثانية أنها مرتبطة بإيران. أما أن تراهن الحوثية على اليمن وتذهب إلى طاولة السلام، أو لا خيار أمام اليمنيين والعرب إلا مواجهتها والقضاء عليها. ومسألة تحرير الحديدة ستعتبر إحدى المرتكزات الأساسية في مسألة الضغط عليها باتجاه صنعاء. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان واضحا بمطالبة واضحة من الولايات المتحدة بأنهم يطالبون بإيقاف التصعيد والضربات وغيرها، إن كانت من التحالف العربي أو إن كانت من ميليشيات الحوثي. برأيك كيف سيتعامل التحالف العربي، الحكومة الشرعية، الولايات العمالقة، كيف سيتم التعامل مع هذا المطلب الأمريكي؟ عمليا لا يوجد أحد يصعد في اليمن غير الحوثية، وكما ذكرت لك من 2015 وحتى اللحظة اليمنيين والعرب يديرون حرب إجبارية فرضت عليهم. الحوثية لا تذهب باتجاه السلام. أنا أعتقد التصريحات الأمريكية لا معنى لها. أولا الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، تبنت فكرة إيقاف الحرب في اليمن وإنهاها، واستجاب التحالف للسياسة الأمريكية، وكذلك الأمم المتحدة تتبنى فكرة إيقاف الحرب، الجميع بلا استثناء، حتى أطراف الحركة الوطنية اليمنية يقولوا يريدوا أن ننهي هذه الحرب. من يفرض هذه الحرب هي الحالة الحوثية، وبالتالي على أمريكا أن تقنع أولا الحوثي أن لا يصعد باتجاه مارب وأن يقبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات. غير ذلك أي ضغط على التحالف العربي أو على الشرعية وكأنه خدمة للحوثية. وهذه المسألة أنا أعتقد أنه الأمريكا الإدارة الجديدة لديها تجربة كافية. من أفشل الجهود الأمريكية أنا أعتقد أنها الحوثية، مش أفشلتها فقط، حتى أهانتها. حتى الوسيط العماني الذي لجأت إليه أمريكا فشلا ذريعا في مسألة إقناع الحوثية بالوصول إلى بقبول الحل السياسي، وبالتالي نحن مجبرين على أن نواجه الحوثية. التصعيد هو حوثي، وعلينا أن ننهي هذا التصعيد باستمرار العمليات العسكرية. ممتاز. سيادة اللواء، ميناء الحديدة واضحة بالنسبة للمعلومات التي يمتلكها التحالف العربي، شريان للأسلحة الإيرانية للحوثيين، وأنه تهديد للملاحة البحرية، حتى تهديد عالمي وأقليمي. ولكن هل تعتقد أن التحالف العربي سيخرج هذا الميناء عن الخدمة كما هو الحال في مطار صنعاء؟ وهل من مصلحة الوضع أن يتم الأمر بهذه الطريقة على الأقل الآن؟ والله شوف، الوضع البحري حقيقة يعني ليس بمستوى ما هو الوضع البري والوضع الجوي أمانة، لأنه هنالك العديد من القطع البحرية العسكرية في المنطقة، حتى يعني من دول شرق آسيا نظرا يعني لمراقبتها لمصالحها في توريد أو تصدير النفط ووصولها إلى المناطق المراد بها. فالصورة ضبابية في البحر، هذه نقطة. النقطة الأخرى، هنالك تجاهل واضح، بمعنى السفينة تسافر، هذه السفينة التي أولا لها تأثير على البيئة في البحر الأحمر، ونجد هنالك تغافل دولي واضح، ولأن الحوثي هو ما يسيطر على هذه السفينة التي أعتقد فيها أكثر من مليونين برميل بترول، وبدأ هنالك فيه تصدي، وبدأت هذه السفينة تصدى، وقد يكون هنالك تسرب بالوقود وأثر على البيئة، ووجدنا هنالك تغافل. استمرار تهديد الحوثي للملاحة البحرية، وآخرها سفينة روابي عندما قرصنا هذه السفينة، ووجدنا هنالك بعض التنديدات الخجولة حقيقة من المجتمع الدولي، بالرغم أنها سفينة مصرح لها وكانت تحمل معدات طبية إلى سقطرة للفرق العاملة هنالك. ففي البحر الصورة ليست واضحة للجميع، هذه نقطة. تباطؤ خلينا نقول لك الشريك الأكبر في المنطقة اللي هي الولايات المتحدة للعمل مع شركائه في المنطقة
لم يكن بهذه الصورة المطلوبة نظرا لتوجه الأمريكان وأغلب الأوروبيين إلى خليج عمان ومضيق هرمز لمواصلة الضغط على إيران بأي سبب من الأسباب نظرا لتهديدها الملاحة في مضيق هرمز ومحاولة تهديدها لإغلاق هذا المضيق. فالتحالف يحمل عبء كبير في البحرية، هنالك قطع كبيرة بحرية لو حصل أنه أغلق مضيق هرمز أو أنه مثلا التحالف فرض نوعا من السيطرة سيتضرر العالم اقتصاديا، لذلك هي عملية توازن. وهنا تم استغلال هذا المدخل نظرا لمرور أكثر من 25% من الطاقة تمر عن طريق باب المندب، آسف كان مضيق هرمز ولكن أنا أقصد باب المندب. نعم، فالوضع ضبابي واستغل هذا الحوثي. الآن أنا ذكرت في كذا لقاء بأنه على التحالف أن يركز أكثر في موضوع البحرية، لأن هنالك زوارق قد هاجمت سفن سعودية، زوارق دائما ما تهدد السفن المدنية لإيصال سواء النفط أو تجارة أو إلى آخره، هنالك تهديد مستمر بإغلاق باب المندب. فالصورة حقيقة يراد لها أن تعاد، والصورة يراد لها حقيقة أن يكون هنالك تعاون وتنفيذ. إذا كانك تذكر أستاذ أحمد، الدول المطلة كان هنالك اتفاقية على أنه يعني الدول المطلة على البحر الأحمر تقوم على الأقل بخطوة أولية لحماية شواطئ البحر الأحمر ومن ضمنها القرن الأفريقي، الدول التي تطل على جنوب البحر الأحمر، ولكن لم ينجحوا. وأعيد محاولة هذا إحياء هذه الاتفاقية مؤخرا، وأيضا لم يكن هنالك اتفاقيات بالرغم أنها ترى من منتصف الخمسينات إذا لم تكن يعني في الستينات. فالمشكلة على البحر صعبة وغامضة، والجميع ما أرى أنا حقيقة يتكئ على الآخر، وهي مسؤولية كبيرة. دول التحالف صحيح سوف تحمي شواطئها وموانئها، ولكن هنالك مياه إقليمية يجب أن يشترك الجميع في حمايتها، وهذا لم تنجح فيه الدول عن طريق الدبلوماسية لإيجاد قوة عسكرية تقوم سواء من مضيق هرمز إلى أن خليج عمان إلى البحر العرب إلى أن تأتي جنوبا إلى عدن وإلى آخره إلى باب المندب. لم يكن هنالك نجاح بحري بما هو فيه. قوات عسكرية تعمل جاهدة بحرية لإيقاف تهريب الصواريخ، لإيقاف هذه الزوارق المفخخة، لإيقاف ما يمكن إيقافه، واستمرار الصيد. ترى الصيد والتجارة لليمنيين أيضا هنالك تحدي، لا تستطيع أن تمنع هؤلاء من كسب رزقهم أو معيشتهم. فالموضوع البحري هو غامض، وأعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة ومراجعة كبيرة ويكون ضمن اتفاق دولي. نتمنى، آخر نقطة اسمح لنا، نتمنى ما ذكر السيد غوتيريش على أن يكون هنالك إيقاف للصراع في اليمن أن ينظروا إلى هذه النقطة. والتحالف قادر وقد أوصل الرسالة بأن البحر هو السبب الرئيس في الاستغلال سواء ميناء الحديدة أو الصليف أو الموانئ الأخرى اللي ذكرها الدكتور. بعد هجمات ميليشيات الحوثي على الإمارات العربية المتحدة، موقع أكسيوس الأمريكي كشف بأن كان هنالك اتصالا بين وزير الخارجية الإماراتي بوزير الخارجية الأمريكي، وأوضح له بأن الإمارات تريد إعادة إدراج ميليشيات الحوثي تحت قوائم الإرهاب. والرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا بهذا الموضوع عندما أجاب على الصحفيين بأنهم يدرسون هذا الموضوع. ألا تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبدي نوعا من التغير هنا مع تغير طبيعة الهجمات من الحوثي، مهاجمة المنشآت المدنية وغيرها؟ ألا تعتقد هذه خطوة طيبة؟ قد تكون بادرة حسنة، ولكن في الحقيقة لو نتحدث على الإدارة السابقة فهي صنفت هذه الجماعة كجماعة إرهابية أو على الأقل منهم كيانات مجموعة، والغرض من تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية هو لإيقاف التعامل، من يتعامل معهم يتم التعامل معه بأنك تعاملت مع جماعة إرهابية، وإلا ليس لديهم أي نوع من الحسابات، ليس لديهم أي نوع من التبادل التجاري، وهنالك صعوبة لمتابعتهم. ولكن هذه خطوة لإرسال رسالة إلى من، يعني ما أنا بقول تسوي لنفسه، ولكن إرسال رسالة إلى هذه الجماعات بأن المجتمع الدولي الآن تعب من هذه التصرفات وما أسميها أنا الجيوش العابرة للحدود، وتستغل دعم خارجي لإحداث الفوضى. فهي خطوة لا بأس بها، ولكني أنا في الحقيقة أرى أنها أتت متأخرة، ولكني أريد الأكثر وخاصة من الجانب الأمريكي. ليش؟ لأنه الآن يتحدثون يطلبون من التحالف إيقاف العمليات العسكرية، وعندما ضربت أو تم ضرب أبوظبي
وضربت أرامكو وضربت يعني نقاط مهمة لاقتصاد العالم. صحيح كان هنالك يعني شجب واستنكار، ولكن لم نرى بما هو الآن حاليا لإيقاف العمليات العسكرية. صحيح هنالك أضرار جانبية، مدنيين تأثروا، ولكن التحالف أخذ الحصانة أو رفع الحصانة عن هذه الأماكن وأبلغ الحوثي بأنه سوف يتم التعامل معهم مباشرة. فيجب أن يكون المجتمع الدولي بسرعة الأحداث إذا ما أراد أن يتعامل مع التحالف ويتعامل مع ما هو مطلوب فيها الأمن واستقرار المنطقة والعالم. دكتور نجيب، كانت هنالك بعض الصحف الإيرانية في الداخل الإيراني التي هي تعتبر من الصحف المعتدلة بدأت تنتقد السياسات الخارجية الإيرانية على قضية مفاوضات فيينا تحديدا، وربطت ما يجري في اليمن وفي العراق وفي سوريا من تصعيد كبير من جميع الأطراف ومن الميليشيات بمفاوضات فيينا، وطالبت إيران أن تتحدث وتناقش مفاوضات فيينا مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حل الأمور بسرعة. هل تعتقد بأن مثل هذه الأمور ومثل هذه الظروف من الداخل الإيراني ممكن أن تلعب دورا بحل مفاوضات فيينا التي ممكن أن تنعكس إذا كان رأيك بهذا الشكل على ما يجري في اليمن على سبيل المثال؟ أولا شوف، إيران لو قرأت مصالحها بطريقة صحيحة لن تدمع وكلاء، ولن يكون لها وكلاء ومعسكرات لا في لبنان ولا في العراق ولا في اليمن. بإمكان العرب أن يحتووا إيران، وعمليا إيران من ناحية عسكرية غير قادر على التأثير على مجال الأمن القومي العربي داخل كل دولة وطنية إلا من خلال الوكلاء. هذا الدعم الخطير يخلق حالة عداء أول ما ضد إيران داخل المجال العربي كله، ويرسل رسالة أن إيران دولة إرهابية. احنا ما عندناش مشكلة خيارات الإيرانيين، ولاية فقيه ولا جمهورية ولا أيا كان ولا نظام ملك، ما عندناش مشكلة في هذا المسألة. المشكلة في مسألة أن تصبح إيران عبارة عن عدو مركزي للعرب. وكيف تصبح عدو مركزي؟ يعني بإمكان إيران أن تربح وتحقق مصالحها الاقتصادية، تصبح جزء لا يتجزأ من أمن الشرق الأوسط. مشكلة إيران هي في الوكلاء، هؤلاء الوكلاء الذي تعتقد إيران أنهم جزء من أمنها القومي سيتحولون إلى أداة من أدوات يعني تسويق إيران كدولة إرهابية، وسيجعلها محاصرة ومعزولة. وبالتالي هل إيران ستسير باتجاه أن تتعقلا وتتحرك كدولة طبيعية؟ أنا أعتقد لا، بسبب رئيسي. المنظومة الحاكمة اللي هي الأيديولوجيا الحاكمة لذهنية الحكام هي تقوم على مسألة ما ليست فكرة تصدير الثورة، وإنما فكرة تهيئة البيئة لما يسموه بالإمام الغائب. الاثنى عشرية في بنيتها التقليدية هي معتدلة، منتظرة الإمام الغائب ما عندهمش مشكلة. الحالة الخمينية هي حالة تريد أن تدير حروب مستدامة ضد الجميع من أجل خروج الغائب. وهذه هذه الطريقة الجديدة اللي أنتجتها الخمينية داخل الاثنى عشرية كارثة مكتملة الأركان على إيران وعلى الشيعة أولا، وأيضا على بقية الآخرين كسنة مثلا. وبالتالي إيران تخلق حروب مستدامة لا تهدد فقط إيران، بل تهدد الدول العربية أيضا، وتهدد الأمن والسلم الدولي. متى ستتعقل إيران؟ أنا أعتقد هذا يعود إلى الشعوب الإيرانية. أما أن يثوروا ويسقطوا هذا النظام ويعودوا إلى طبيعتهم، أو تستمر إيران بهذا الشكل، وبالأخير العالم كله سيضطر لكي يواجه إيران بما في ذلك العرب. طيب، نجاح مفاوضات فيينا بشكل عام، إن نجحت هذه المفاوضات، ألا تعتقد بأنها قد تكون أخبارا جيدة للجميع في اليمن؟ إيران لا تسير باتجاه إنجاح هذه المفاوضات، هذا أولا. والمفاوضات يعني مسألة السلاح النووي نحن لا نهتم بها كثيرا، ربما الغرب يهتم بهذه المسألة. صحيح أنه تهديد كبير أن تملك إيران سلاح نووي، أيضا إسرائيل عندها مشكلة في هذا الجانب. نحن نرى أن القنبلة النووية الأساسية هم وكلاء إيران داخل دولنا، هم القنبلة النووية. على الأقل إحنا في اليمن كنا دولة
وكان لدينا عملية سياسية من أنضج العمليات السياسية، وتغيير يسير باتجاه تأسيس دولة المواطنة، تأسيس فكرة العدالة. خرجت الحوثية وانقلبت. من اللي دعم الحوثية؟ هي إيران. اليوم اليمن كما تشوف أكبر مأساة، يعني دولة تعاني، شعب يعاني من مأساة بتوصيفات العالم كله. من اللي خلق هذه المأساة؟ الحوثية وإيران، ويعتاش على هذه المأساة، ويريد من هذه المأساة أن تستمر وتستمر من خلال الحرب. وبالتالي نحن نرى أنه وكلاء إيران بالنسبة لدولنا العربية، شوف العراق وضعها، شوف سوريا وضعها، شوف لبنان، شوف اليمن. ما دخلت إيران عبر وكلائها في دولة إلا يعني خرب الاقتصاد، خرب التعايش، خرب السياسة، خرب الدولة، يعني عبارة عن حالة دمار شامل. وبالتالي أنا أشوف أنه النووي الإيراني الحقيقي اليوم اللي بيدمرنا اليوم هم هؤلاء الوكلاء. هل إيران مستعدة أن تتخلى عن هؤلاء الوكلاء وتترك الدول الوطنية هذه تعيش وتعمل معهم علاقة طبيعية؟ أنا أعتقد أن الذهنية الكهنوتية الحاكمة لإيران لا تسير بهذا الاتجاه. سيادة اللواء، الوضع بالنسبة للميليشيات في سوريا ليس مريحا من الاتفاقيات الروسية الإسرائيلية مع نظام بشار الأسد وغيرها. في العراق واضح جدا الخسارة السياسية في الانتخابات. في اليمن هنالك تقدم، تحرير لشبوة، تقدم في محافظة مأرب، ضربات مركزة في صنعاء وكذلك في الحديدة. برأيك هل نحن نشهد مرحلة انكسار حقيقية لأذرع إيران في المنطقة، أم هي نحن نجهز أنفسنا إلى مرحلة مختلفة، مرحلة مفاوضات من بشكل معين أو بطريقة معينة؟ أنا متفائل حقيقة، يعني لأنه عاصفة الحزم لو ما على الأقل أوقفت هذا التمدد. وبوضع اليمن الجغرافي وأهميته في إطلالته على البحر الأحمر، على مناطق سواحلية أو ساحلية مهمة، واستطاعت دول التحالف أن لنقل تقطع يد إيران في هذه المنطقة. نحتاج وقت. الصراع ليس بالسهل، يعني الآن لو ننظر ما حدث في أفغانستان 11 سنة حتى كاد أن ينضج أفغانستان، ولكن ما حصل مؤخرا أعاد الكرب. لأربط ما بين الاثنين نحتاج إلى هنالك وقت. اليمن كان تقريبا أجهز أو منطقة خصبة لدعم هذه الثورة، فلو نجح لا سمح الله هذا الموضوع في اليمن لوجدت الوضع الآن حاليا يعني صعب جدا تدارك. لذلك هنالك فرصة كبيرة إذا ما استمر التحالف والتعاون الدولي وتعاون دول الجوار لمحاربة هذه الجماعة، سوف يكون لها تأثيرها الإيجابي على المناطق الأخرى. لذلك أنا متفائل بأن هذه الحركة أو هذه العمليات العسكرية أعادت نوعا ما الهيبة للعرب، وأكدت للمجتمع الدولي بأن هذا التحالف هو لم يقم لأشخاص معينين وسمو ولي العهد. يعني أنا دائما أستشهد بكلمته بأن هؤلاء عرب وجيران، ولكن لا يجب أن يربطوا كما ذكر الدكتور علاقاتهم بدول أخرى، ومن ثم نعمل على الجيوش التي هي تسمى عابرة للحدود. فالأمل موجود، تعطلت الحركة، تحتاج إلى وقت بالتعاون. ولولا أنه كان هنالك يعني مشاكل كان بالإمكان أن يتجنبها الأخوة السياسيين، مثل اتفاق السويد، مثل الاتفاق الماراثوني في الكويت، العديد مثل الهدنة التي حصلت لم يتم استغلالها وتوظيفها كتوظيف صحيح حتى يتم الضغط على المجتمع الدولي. لأنه الآن هي ليست المشكلة في الحوثية، القوى العسكرية قوية، الرغبة داخل اليمن لطرد الحوثي موجودة أو على الأقل لإعادة الشرعية، لكن هنالك التحدي من قبل المجتمع الدولي. استغلوا الحالة الإنسانية وتم الضغط، وهذا ما سبب أن هذه الأزمة تطول. ولكن أنا أعتقد أنه نحن متجهين في الطريق الصحيح، وبعد هذه العمليات النوعية المؤخرة برأيي أن هنالك تغير، وحيكون تغير جذري في النظرة إلى مستقبل هذه الجماعات العابرة للحدود، التي هي حقيقة يعني تسبب تهديد ليس فقط للمنطقة ولا للإقليم بل للعالم أجمع. ممتاز، إذن فاصل ونواصل هذا الحديث الشيق بكل تأكيد.
مشاهدينا أهلا وسهلا بكم من جديد. أعود إلى خبير العسكري سيادة اللواء محمد القبيبان. النقاش كان واضحا، نحن نتحدث عن أمور سياسية وتطورات وغيرها، ولكن هنالك بدأ عامل جديد يظهر لدينا، هي عودة تنظيم داعش الإرهابي من جديد وظهوره في سوريا على سجن الصناعة وتحديدا في الحسكة، ولسبب ما هنالك عمليات مؤثرة أيضا في العراق، وهنالك داعش شهيد من قوات الجيش العراقي بسبب تنظيم داعش الإرهابي. كيف للشرق الأوسط أن يستقر ولدينا أذرع إيران ولدينا التنظيم داعش الإرهابي برأيك؟ هل الخلل في المنطقة أم الخلل في الولايات المتحدة الأمريكية، أم كيف تفسر هذا الأمر؟ المتغيرات الاستراتيجية الأخيرة كان لها تأثير كبير، وأنا أعتقد هذه الخطوة الخطيرة الأولى التي بدأت، وهو خروج الولايات المتحدة من أفغانستان. وكان هذا التغير لم يكن جاهزا من يملأ هذا الفراغ، وهي هذه الجماعات، ما درست عنها وما قرأت وما كتبت عنها، هي خلايا ناعمة تريد الفرصة، تجدها في كل مكان، وتريد الفرصة حتى أن تنهض مرة ثانية. هذا تحدي جديد، هذا نوع الأول. جامعة الدول العربية، لنكن واقعيين في أمرنا، المؤسسات العربية هنالك تباين في تصنيف هذه الجماعات، وكان مؤتمر مكة يعني أكبر دليل على أنه تم تصنيف جماعة إرهابية، ولم تتفق الدول الإسلامية وحتى بعض الدول العربية على التصنيف. فتوحيد وجهة النظر فيها أيضا تحدي، ولكن ليس بما هو بمعنى أصح هو بالخوف من صعود جماعة داعش، لأن المجتمع الآن تفهم ما هي الأفكار الداعشية، هي خلايا نائمة تنتظر الفرصة حتى تدخل وتثبت نفسها، لابد من مواجهتها. سوريا الآن هنالك بوادر طيبة لعودتها إلى الجامعة العربية، وهنالك بعض الدبلوماسيين من ذهب إلى سوريا، وهنالك ترحيب آخر على فكرة لعودة سوريا إلى الحاضنة العربية. الأمور ليست بالسهولة كما نتوقعها، خاصة نحن نتكلم الآن عن ترى بداية داعش من سوريا، يعني حقيقة الزرقاوي وجماعته أتوا من هنالك، فالخلايا النائمة موجودة. ولكن ما أرى أنا التقاعس الحقيقة التعاون العربي لمواجهة هذه التحديات. في العراق مثلا أغلب الأخوان في العراق يعتقدون بأن إيران أي نعم دعمت، ولكن الحقيقة هنالك تجاهل كامل لما يسمى بالتحالف الدولي، هنالك تجاهل كامل لما يسمى بالاستخبارات فيما بينها للتعاون. فإذا لم يكن التعاون ما بيننا، وهذه جماعة تنتظر الفرصة حتى تغتنمها وتبدأ تبنى نفسها من جديد، هذا أيضا تحدي كبير. ولكن أنا لست متخوفا من جماعة داعش بأكثر ما هو متخوف منه اللي هو الجيوش العابرة للحدود، لأن هذا أمر عقدي. بالنسبة لداعش وجماعته فأمرها الآن مكشوف، وهي الآن مراقبة من كل الدول، الدول عانت منها، دول أوروبا، الدول العربية، الدول الأفريقية، نيجيريا ما يحدث هناك، عانت من هذه الجماعات، فهي خاسرة الآن تقريبا، ولكن لا يعني أنها انتفت. الخطر الأكبر ما يأتي من هو الجيوش العابرة للحدود، لأن هنالك من يؤيد هذا الأمر، وهذا الأمر لم يتفهمه الغرب، لم يتفهم ما نحن نواجهه كمشكلة عقائدية مع جماعة تعمل بحرب طائفية مذهبية عقائدية. داعش جماعة متطرفة، المجتمع الدولي فهمها، ليس لديها القدرة العسكرية بما أنه تعيد بناء نفسها بسهولة، فلا يكون هنالك، أنا ما أرى بأنه ليست خطر بالشكل الذي يعني يتصوره الغرب. الغرب استغلها كورقة حقيقة، يعني تواجده في هذه المنطقة، ضغط على بعض الدول العربية حتى بإصلاحات اقتصادية لمحاربة الجماعات الإسلامية وللتصليح، فاستغلت كورقة للضغط. ولكن حقيقة أنا أشوف أن داعش الآن أفل تاريخها، وليست هي في الخطر كما ذكرت لك أنه الجماعات العابرة للحدود التي تعمل بمذهبية وعقائدية. هذه هي طيب. التي أنا دكتور نجيب، الآن
تنظيم داعش لسبب ما قام بواحدة من أكبر العمليات في سجن الصناعة الذي نراه في الحسكة في العراق. يبدو أن هنالك نشاط هنا وهناك. هل تعتقد بأن اليمن لسبب ما قد يجد هذا التنظيم قدما فيها في ظل هذه الصراعات الكبيرة التي نراها اليوم؟ أنا أتفق مع الدكتور أنه الخطر الأكبر هم وكلاء إيران لسبب رئيسي، أنهم منظومات عسكرية مدربة وراهم دولة وهي دولة إيران وتدعمهم بشكل واضح، ونتائج أعمالهم داخل الدول أخطر من أعمال داعش. داعش محاصرة وملاحقة من الجميع وغير مقبولة شعبيا، ولا تستند حتى على 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 البعد الطائفي السني. يعني السنة جميعهم وربما يكره داعش أكثر مما تكرههم إيران الخمينية، لأن إيران الخمينية تسوق داعش وتستفيد منها وربما هناك خلايا داعشية هي مرتبطة بالمخابرات الإيرانية أو بشبكات ولي الفقيه المتعددة، لأن داعش بالأخير تنتج أعمال ضد الجميع بلا استثناء، وبالتالي داعش ليست الخطر الأكبر على دولنا الوطنية. مثلا نحن في اليمن هناك بعض خلايا داعش من السهولة جدا أن تواجهها قبيلة واحدة، مش الأمن والعسكر والمجتمع والدولة، ما بالك لو تحالفنا مع والتحالف العربي موجود والأمريكان، بإمكاننا أن نواجه. لكن لدينا منظومة أخطر ما يمكن أن تكون، دمرت الدولة وأدخلتنا في حروب أهلية داخلية، أدخلتنا في مجاعة، أصبحت اليمن تعاني من مأساة ومرتبطة بإيران، وهو هذا وتحولت الحوثية إلى معسكرا إيرانيا يدير حرب ضد اليمنيين وضد مصالحنا الوطنية وضد العرب من أجل خدمة إيران، ومن أجل عصابة منظمة تلبس أقنعة متعددة تقول لك هي ضد الإرهاب وهي الإرهاب نفسه، هي ضد داعش وهي أخطر من داعش، هي ضد القاعدة والقاعدة مقارنة بها ليست شيء بنتائج أعمال ما أنتجتها الحوثية على اليمن. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا المنظومات العابرة للحدود سواء كانت خمينية أو أخوانية هي خطر أكثر من هذه المنظومات المغلقة، وأنا أعتقد أن هذا الإرهاب الداعشي والقاعدي ليس إلا أذرع للإسلامويات التي تلبس أقنعة ناعمة وتقول أنها يعني لا تمارس الإرهاب، وأحيانا قد تكون مرتبطة بمخابرات دولية. بمعنى هذه القوة ليست خطر لأن المجتمع يرفضها وينبذها نبذ كامل. الإشكالية هي في التكوينات العابرة للحدود، وأنا أعتقد أنه وكلاء إيران يعني لم تؤثر داعش على العراق أكثر مما أثر يعني في مسألة الهدم وإضعاف الدولة العراقية. يعني الآن إيران مرعوبة بمعنى الكلمة أن يكون هناك دولة مواطنة داخل العراق. إذا وجدت دولة مواطنة داخل العراق تجمع للعراقيين كلهم عن بكرة أبيهم، بمعنى أن ولاية الفقيه غير قابلة للحياة في العراق، وهذا سيقود إلى هز أركانها داخل طهران وداخل قم. نفس الكلام تشتغل عندنا، نحن نقول أنه فكرة ولاية السيد العلم عندنا في اليمن غير قابلة للحياة، لكن بالأخير هذه وكلاء إيران يعتمدوا على القوة والسلاح ليس إلا، أما أفكارهم غير قابلة للحياة. هناك ضجة كبيرة حول ما جرى لسجن صعدة، اتهامات من ميليشيات الحوثي والميليشيات الإيرانية حتى على المستوى العراقي من قيادات من بعض الميليشيات اتهموا التحالف العربي بأنه هو من قام بهذه الضربة، ولكن التحالف العربي كان واضحا بأن العملية لن تتم من التحالف العربي وهذا ليس هدفا أو من بنك أهداف منطقي بالنسبة إليهم. كيف تفسر أنت هذا الموضوع؟ ما الذي جرى بحسب قراءتك ومعلوماتك؟ خليني أنا أعرف اليمن بشكل جيد. لا يوجد شخص يسجن في صعدة إلا واحد وطني ويمني أصيل يرفض الحوثية ومشروعها بالمطلق. ما يمكن أبدا واحد داخل صعدة يدخل داخل سجون الحوثية إلا واحد رافض المشروعها، مشروعها على المستوى الداخلي ومشروعها الخارجي. وبالتالي هذه القوة الموجودين داخل السجن عمليا بالنسبة لنا داخل الشرعية هم فائض قوة لنا، هم جزء لا يتجزأ مننا، والتحالف يراهم أيضا مقاومة حقيقية وقوية، ربما أنضج أنواع المقاومات، لأنه يواجه في مركز وجود الحوثية ومركز سيطرتها. أنا أعتقد ما حصل هو تصفية من قبل الحوثية، صفوا هؤلاء المعارضين هؤلاء الأبطال الشجعان، لأنه حتى لو وصلنا إلى حل سياسي
وعندك 300-400 واحد من هؤلاء الرجال، رجال الرجال اللي يواجهوا الحوثية في مركز سيطرتها، هؤلاء سيكونوا قوة مستقبلية في مواجهتهم. وصلنا إلى حل سياسي، أو حتى لو أخرجوا أو حتى استمروا في السجن تعتبر الحوثية أنهم عبء عليها. هم من صفوهم وصفوهم، يعني نحن أمام حركة إرهابية أقدر ما يمكن أن تكون تقتل ابن اليمن ثم تحمل الآخر وتحول إلى عمل دعائي. بالمطلق هم قتلوهم وصفوهم ثم قالوا التحالف هم من صفاهم وتحول إلى عملية دعائية. هذه الطريقة نحن نفهمها في اليمن بشكل جيد. هذا الحزب الإمامي وهذه المنظومة الكهنوتية الإرهابية لا يهمها اليمن حتى لو احترقت وأصبحت مدبرة، طالما هم يسيطروا ويهيمنوا وبقية الناس يموتوا جوع ويرتبطوا بإيران وتتحول اليمن إلى جغرافيا لمحاربة العرب. من قتلوا في هذا السجن أنا أعتقد أن الحوثية هم من صفتهم وهم رجال الرجال، والحوثية مرعوبة منهم. لو لم تكن مرعوبة منهم ما صفوها. بالمطلق لا مصلحة أبدا للتحالف أنه مثلا يضرب هذا السجن. كيف يضرب واحد؟ هل تقتل من هو معك، من هو أشجع من يقاتل الحوثية؟ مسألة غير قابلة للفهم. وبالتالي من يصدق الحوثية أنا أقول لك أنه أحمق وربما أكثر من الحماقة. طيب سيادة اللواء، الحديث كثير وكبير عن حل سياسي، دائما يطرح الحل السياسي في كل مكان. ما هو الحل السياسي المنطقي برأيك إذا ما قبلت ميليشيات الحوثي التفاوض ودعونا نحل الأمور بيننا بعد كل هذا الصراع؟ وهل تعتقد أن الحل السياسي مع ميليشيات الحوثي سيكون أمر منطقي بالنسبة للمنطقة بأكملها؟ هو الأمر سهل، يعني القرار وهنالك المبادرة الخليجية وهنالك العديد من القرارات صدرت وهي في صالح الحوثي على فكرة، حتى يكون من ضمن مكونات اليمن ويعيش في اليمن. ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة. في ظل هذه المبادرات والسنوات التي مضت على هذه الحرب، وأتي يعني وأعطي الحوثي من الفرص بما فيه الكفاية، أنا أشوف أنه هو من لا يريد السلام حقيقة، هو من لا يريد السلام. يعني في رمضان الكريم وفي فترة جائحة كورونا توقفت العمليات العسكرية مراعاة للشهر الفضيل ومراعاة للحالة الإنسانية، دعمت دول التحالف بما فيه الكفاية، وكانوا يعلمون بأن هذه المشتقات النفطية والأدوية والغذائية يأخذها الحوثي يعني بمعنى أصح يبيعها في السوق السوداء ويستولي على الأموال. فالحل السياسي هو لا شيء لا يمكن، ولكن من خلال السبع سنوات الماضية، لأن هذه الجماعة هي لا تريد الحل السياسي، أعطي هذه الفرصة وتوقفت العمليات العسكرية وحاولوا، ولكن هو من يقوم دائما بالتهديد وبإطلاق الصواريخ. يعني أنا أقول لك في فترة رمضان قبل يمكن 3 سنوات العالم بالملايين أتوا لأداء العمرة، يعني والعمرة هو استعدادا لموسم الحج، وكان يطلق الصواريخ البالستية تجاه الطائف وتجاه مكة وتجاه جدة. هل هذا يعني ينظر إلى حل سياسي؟ فهو الأمر معقد والأمر صعب، وأنا ما أرى أن هذا الرجل أوجد ليحدث هذه البلبلة وهذه الفوضى في المنطقة، ويرى بأنه للأسف بأن ما يفعله هو الآن دفاع عن الأمة وعن مبادئهم، ولكن بالحقيقة أنه ما أراه مؤخرا بأن الحل السياسي ليس في الأفق، إنما العمليات العسكرية إذا ما استمرت بهذه الطريقة سوف تجعله يجلس على طاولة. ممتاز، إذا أخشى أن الوقت قد انتهى. الخبير العسكري سيادة اللواء محمد القبيبان، شكرا جزيلا على حضورك معنا، وكذلك أود أن أشكر ضيفنا وكيل وزارة الإعلام اليمنية دكتور نجيب غلاب، شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.